يعطيكم العافية مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بقناة كوكينج لبنانيز فود. اليوم بدنا نعمل سوا إذا الله راد اللوبيا باللحمة مع الكزبرة والثوم. كتير طبخة طيبة صحية مفيدة لنا، للناس اللي ما بيحبوا البندورة أو ما بيحبوها بزيت فيهم يعملوها كمان للوبيا بطريقة تانية. كلنا بنعرف ان اللوبيا كتير بيلبق للثوم، فلها السبب هيدا اليوم بدنا نعملها باللحمة وبدنا نضيف عليها الكزبرة الخطرة والثوم، وصدقوني رح تلاقوا نتيجة رائعة وكتير طيبة. بداية اعزائي، انا بحاجة للزيت النباتي، حطه عندي بالطنجرة، مجرد بيحمى بدي ضيف عندي اللحم الغنم. انا بحاجة للحم الغنم شقف، هلا فيكن انتو تستعملوا البقر، بس البقر بيبقى بحاجة لوقت اكتر ليستوي، بس اذا في غنم عندكن يفضل الغنم. يلي بدي اعمله، بدي قلي اللحمة لحتى تطلع كل العصارة يلي بقلبها. انتبهوا، هاي خطوة كتير مهمة، انا بدي قليها بالزيت النباتي، وهي اللحمة العصارة يلي فيها بدها تكبن لبرا وبدها تستوي من مثل ما يقولوا من عصارتها. اللي بدي اعمله، بضل بقليها لحتى، وهون كمان هون في شغلة مهمة، بدي خفف النار تحتها، يعني مجرد قليها وتبلش هي بحسها بلشت تستوي بدي خفف النار تحتها. اعزائي، انا عندي هون لوبيا بادرية جهزتها، غسلتها كتير منيح ورجعت قطعتها عندي بالسكين بطريقة هيك اخدت شيب حلو. ضيفة اعزائي على اللحمة عندي وبقلبهم سوا لحتى بيستوى. اللوبيا اعزائي كمان بتحتوي على مي، فمجرد انا كمان بدي بلش قلبها مع اللحمة، بدي غطيها، وكمان هني سوا لح يستووا، يعني ان كان اللحمة او اللوبيا اتنيناتهم يحتوي على مي، فبالتالي انتو مش بحاجة لتضيفوا المي. ترجعوا اعزائي وقتها بتلاقوا ان اللوبيا استوت عندكم، هون بدكم تجهزوا اخر خطوة، بتزيحوا كل اللوبيا واللحمة على جنب الطنجرة، بتضيفوا التوم اللي انتو فرمتوه ناعم، بتقلبوا هالتوم بالزيت كتير منيح لحتى تحسوا تكرمل وبلش يستوي. بهيدا الوقت اعزائي بدكم تجهزوا الكزبرة الخضراء، بتنقوها، ترجعوا بتغسلوها كتير منيح بالملح والخل الابيض، وبتفرموها فرمة ناعمة. اللي بدكم تعملوه، بدكم تضيفوها على التوم المقلى، بترجعوا تقلبوا هلأ هون كل المكونات بقلب الطنجرة سوا، بتضيفوا الملح عندكو، بتقلبون كلهم مع بعضهم، بتطفوا النار تحتهم، وبترجعوا بتضيفوا عصير الحامض. بهاي الطريقة اعزائي بتكونوا جهزتوا أطيب لوبيا. شوفوا أنا هون عم فرجيكم الرز، دايما أنا لحطلكو جنب أي طبخة بدنا نعمل رز بحطلكو اللينك للرز عشعيرية كيف بتحضروه. أعزائي المشاهدين، بهي الطريقة نكون جهزنا اللوبيا مع الكزبرة والثوم واللحم. بتمنى إذا عجبتكم وصفتنا اليوم، ما تنسوا تضغطوا اللايك والاشتراك إذا أنتم مش مشتركين بالقناة، لأنه ضروري ضروري الاشتراك حتى هيك تكبر القناة يوم بعد يوم. أهلا وسهلا فيكم دايما بقناة كوكينج لبنانيز فود.